مقطعنا الأول مشاهدي الكرام، يعني ما في أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي إلا تم تداول المقطع هذه عليه بشكل كبير جدا، وهو اللي يعني دفع الناس بتداوله الإعجاب بهذا المقطع. المقطع هو عبارة عن أحد الأشخاص قدم لسائح أمريكي أغلى ما يملك، على حد تعبير هذا الشخص قدم له هذه الهدية، وكانت ردة فعل هذا السائح الأمريكي ردة فعل إيجابية حقيقة. خلونا وإياكم نشاهد هذا المقطع ثم نعود للتعليق عليه. Beautiful. Hey there. Alhamdulillah. Hey, don't spit on me, big man. I know, that's what okay, I was thinking. Guys, we prepared something. Can we come back come here back and... أولا حياكم الله في المملكة العربية السعودية وهي بيتنا. Welcome to Saudi Arabia, your house. نشكر الله ونشكركم اللي استقبلتوا ثواب أثناء إقامته عندكم في أمريكا وقدرتوه، ويشكر الله ويشكركم، يقول الناس طيبين وعاشرونا معاشرة كويسة. We thank you guys for hosting our son back in the States in the best way possible. ولأجل غلاكم وتقديركم أغلى ما عندنا في المملكة العربية السعودية الجمل الإبل. Because we cherish you and we love you, the most expensive thing to our hearts and in the kingdom of Saudi Arabia is the camels. وإحنا نقدر. Because we cherish you and we love you, the most expensive thing to our hearts and in the kingdom of Saudi Arabia is the camels. وإحنا نقدم لضيوفنا أغلى ما عندنا اللي هي الإبل. فلكم هذه الناقتين تقدير لكم وحق لكم. مهديها عن نفسي انا وابنائي وعن شعب المملكه العربيه السعوديه. الله يوفقك الله يوفقك. These camels are gifted to you on behalf of them and the kingdom of Saudi Arabia. Yes. ان شاء الله تودونها امريكا في جمل هناك تبونها هنا حياكم الله. If you guys want to keep it here, take it back to the States, you can do whatever you want to it. It's yours. لا ودي امريكا. تستاهلون يا ولد تستاهلون. جزاكم الله خير. يا أخي مشاعر جميلة من هذا الأمريكي اللي فعلا تأثر بإهداء الناقتين له. طبعا اللي أهداها هو الشيخ ثواب السبيعي، واللي حقيقة أهدى الناقتين عبد العزيز بيعني بشكل جميل جدا، وأنا أتوقع أنه حتى ما توقع هو ردة الفعل من قبل هذا الأمريكي. صراحة يعني بعد ما شاهد المقطع أنا إذا سمح لي المخرج أنا صراحة أرفع العقال لثواب السبيعي. هذا التصرف صحيح. اللي صراحة يعني يبيض الوجه صح. يعني واجهة مشرفة لنا في المملكة صحيح. ومثل ما قال قدم أغلى ما يملك، وقيمة الإبل عندنا في المملكة العربية السعودية هي قيمة كبيرة صحيح. سواء مادية أو معنوية صحيح. صراحة هذا اللي شرفنا وجملنا، صراحة نقف وقفة تحية واحترام لهذا الشخص. صحيح عبد العزيز. لا والجميل انه يعني قدمها حتى باسم الشعب السعودي، عنا وعن الشعب السعودي لهذا الامريكي، وكيف انه يعني فعلا عندنا ارث تاريخي كبير اللي هو الجمل والناقه، واللي يعتبر محل تقدير كبير جدا لدى المملكه العربيه السعوديه ولدى المواطن السعودي، بالاضافه الى انه هذا يعني عبد العزيز في عدة جوانب، جانب الكرم حقيقة والشيم العربية الإسلامية، وجانب أيضا إكرام الضيف، يعني هو جالس يكرم صحيح. ضيفه فقط، ما هو بس بيهديه الجمل أو الناقتين، هو أكيد أنه سبق له أنه يعني أقام له مأدبة عشاء، وأعتقد أنه يعني المقاطع تم تداولها على نطاق واسع، لكن حقيقة جميل هذا المقطع، والأجمل ردة الفعل من هذا الأمريكي. صحيح، مثل ما شفنا الدموع كانت كردة فعل من هذا السائح الأمريكي، وصراحة الكلمات ماتوا فيه. شكرا شكرا ثم شكرا له على هذه الوقفة.